بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو الدور ديال الرول دي كوموند العربي. هنا عندنا الرول دي كوموند، هنا هذا اللي كتشوفو فيه، هذه هي البوبينة ديال 24 فولت، وهذا المسدود وهذا المحلول نورمالمون فيرمي ونورمالمون اوبن. هو هذا هنا كما كتشوفو مونكدو يعني اوف، مسدود هذا ما خدامش. هنايا اون يعني كذا كاين الماء، هنا كان طالع كيكون الماء اون، هنا طالع هنا هابط، هنا لاحظو لاحظو البوبينة هاهي غادي مونطية، لاحظو هذا كيفاش دير، وهنا شاعل هاو، هنا مدوز الضو، ريد كوموند، غنشرحو عاوتاني نملو. عندنا 220 فولت، 220 فولت، داخل الديجانكتور، الديجانكتور هو هذا هو، 10 أمبير، ومن هنا مشى الديجانكتور الآخر، 6 أمبير، ومن هنا 220 فولت، دخلت لهنا، الروليد كوموند هاهو، خرج الفاز من هنايا، ومشى لابونك، 220 فولت. والنوتر جا دو بلو جا بومب هنايا، وهاد ديجونكتور هذا واخدين منو من هنا، عاطي ترانسفورماتور هاو 24 فولت، هاو دخل هنا 220 فولت وعطا البوبينة 24 فولت، هاي عطا الروليد كوموند هالفاز. الروليد كوموند هذا النوتر وها الفاز، ولكن الفاز شخرو فين مخرج بس كاتبو الفاز ديالها. شوف جا مشا لهذا، هذا الفلوتور وجا من هنا، الفلوتور قلنا هو بحال الانتيريبتور بحال الساروت، الفلوتور كوم الانتيريبتور، جا هنايا وجا الروليد كوموند، هاهي جا البوبينة. دابا هذا كيتحكم في هذا البوبينة ديال هذا، لاحظوا انت ها الفاز خارج من هنايا، من الفلوتور جاي جوج ترانسفورماتور 24 فولت ياك، وجا عاوتاني خرج هاهو هانت، خرج من هنا جا الفلوتور، من الفلوتور جا الروليد كوموند، هاي جي البوبينة، النوتر ديال البوبينة الأخرى 24 فولت هو هذا الزرق دو بلو، النوتر ديال البوبين ديال الروليد كوموند لي هو هذا، والفاز 220 فولت، هاي عطات جا فاز من هنايا، تبعو معايا خرج من الروليد كوموند، ومشى من هنايا، مشى لابومب، والنوتر غادي ديكتومون لابومب، قالك هنايا اوف مونكدو، يعني هنا مكاينش الماء، مسدود هدا هاد الكونتاكسور مسدود هاهو، هنايا مني كاين الماء اون، لاحظو راه الروليد كوموند الدور ديالو، هاهو خدم هنايا، هادو طلع هادو اللي كانوا مسدودين، اللي كان مسدود تحل، واللي كان محلول تسد هاهو، لاحظو هادا كيفاش داير هنا، ولاحظو هاد الكحل فين ولا هنايا. هنا مونكدو ما خدامش هنايا اوف، هي ما خدامش، لاحظوا البوبينة ديال الروليد كوموند كيدايره داك النورمال فير كوما وداك الشيء، ولاحظوا هنا مني خدامه، يعني هنا قالك بيان ديمونسيوني لو رولي كوموند بارابور دو لانتيسون لانتونسيتي دوموندي بار لا بومب، يعني هاد لا بومب هي اللي كت ملي ما كيكونش كيكون الماء هنا لا بومب كتخدم، الروليد كوموند كيخدم الروليد كوموند مع لا بومب. لو سيركوي دو كوموند اي 24 فولت، سيركوي ديال الروليد كوموند كيما قلنا البوبينة 24 فولت، هاهي عطينا 24 فولت فاز ونوتر، هاهو ترانسفورماتور 24 فولت، ها النوتر جا البوبينة افيك لا بوبين نو بلو، إلو فاز هاهو جا الفلوتور ديال البومبة ديال الما، وقلنا الفلوتور بحال الانتيريبتور، هاهو كيولي بحال الانتيريبتور،
ها هو جا عاوتاني هنا البوبينة 24 فولت. وداك الثلاثة اللي قلنا الكوما نورمالمون فيرمي ونورمالمون اوفر وكوما، ها هو راه جاني فاز ديال 220 فولت. طيب دخلات عاوتاني الرود كوموند، من الرود كوموند جات البومب والفاز جا من هنايا، ها هو وجا الديجنكتور هنا. هذا هو الدور ديال الروليد كوموند الفلوتور. الفلوتور دابا عرفنا كيفاش كيتبرونشا مع الروليد كوموند. ها الروليد كوموند، ها الفلوتور، فلوتور سويتش كما قلنا، سويتش فلوتور، انتريبتور فلوتور، هو هذا كيولي سيروت. ها انت لاحظ، ها هو جاي لي الفاز وخارج منه الفاز، ها هو جاي لي الفاز 24 فولت جاي هادي هنايا وراجع عاوتاني الفاز، ها هو اللي حس سيروت راجع للبوبينه ديال كونتيل كونترولي كوموند. والنوتر ها هو 24 فولت لو بلو جا للرولي كوموند، يعني هنا وهادي الرولي كوموند عاوتاني دايز منو فاز اخر، لكن 220 فولت فين مشى؟ مشى لهنا، ها هو الفاز 220 فولت جا لهنايا نورمالمون اوفر خرج منو ومشى للبومبا. والنوتر جادي ليكتومو لي بلا بومبا هو لو بلو لو نوتر. وهادو راه واحد ديجنكتور هنا، واحد هذا اللي يجيب لاليمونطاسيون. وهذا قلنا الفلوتور ملي ما كيكونش الماء هنا مونك دو، راه الكوميت هذاك الريليت كوموند ما خدامش والبومبا ما خداماش. وهنايا اون، هنا اوف، هنا اون ملي تكون اون لاحظوا هنا راه خدم الريليت كوموند، راه خدم هو البومبا، ها هو شي واحد، ها هو خدم ملي ما بقاش الماء، ها هو تسد. لاحظوا هاد الكحله فين ولات، الكحله هنايا هي رجعات، كانت هنايا، كانت هنا، هنا النوبة الأولى كانت هنا، هنايا شو دابا فين ولات؟ هي ولات هنا، ولات في هاد البلاصة هاذي، لاحظوا هنا فين كاينة، ولاحظوا هنا فين كاينة. دونك هدا قالك لو سيركوي دو كوموند إيفانت كون فانت كونت فوكس، هو دي كوموند ديال رويد كوموند، بوبينة 24 فولت، دائما 24، لو سيركوي دو بويسونس إي 220 فولت، لو سيركوي دو بويسونس 24 فولت. دونك هذا هو الدور ديال جمعت جوج دروس، الدور ديال الفلوتور سي تان انتيريبتور، لو فلوتور سي تان انتيريبتور دو بون روليد كوموند. روليد كوموند يعني مع الفلوت 24 فولت البوبينا و فا ان فا ان سول فاز كي غونتغ السور، هذا كيدخل فاز واحد و كيخرج منها. هذه لا بوبينا ديال روليد كوموند لي هو هذا، وهذا الفلوتور هنا. نتمنى هذا الدرس يفيد الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.